عشان نعرف تفاصيل اكتر عن معرض زهور الربيع. خلينا نعرف اكتر من دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. صباح الخير لحضرتك يا دكتور، اهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، اهلا بحضرتك. في البدايه لو تكلمنا عن المعرض السنه دي، ايه الجديد فيه وايه المختلف عن السنين اللي فاتت يا فندم؟ يعني الاول اسمح لي اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وطبعا الجديد هذا العام ان احنا بنتكلم على معرض بيقام في ضوء مبادره فخامه السيد الرئيس 100 مليون شجره لزراعه 100 مليون شجره، وبالتالي احنا خلال الفتره الاخيره احنا كنا حريصين على توفير الاشجار وتوفير توفيرها في سعر التكلفة عشان تكون مناسبة بكل أنواعها، سواء الأشجار المثمرة أو الأشجار الخشبية أو الأشجار الزينة الأشجار المذهرة، بحيث يكون في إتاحة مستمرة أمام الجمهور لشراء هذه الأشجار وزراعتها، وكمان توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لعملية الزراعة لهذه الأشجار، وبالتالي نقدر نشجع أهلينا وإخواتنا المصريين على عمليات الزراعة وعلى زراعة الأشجار في ضوء مبادرة السيد الرئيس. كمان هذا العام احنا بنطلق واحد من أكبر المعارض الخاصة بمبادرة خير مجلعنا لأهالينا، تنوع كبير في المعروضات وكمان أسعار مناسبة، عشان كل سنة وحضركم بخير يا رب. عيد الأضحى المبارك هيكون على الأبواب خلال فترة المعرض، فاللي هيجي الزائر اللي هيجي هيجي أولا يزور المتحف الزراعي، وده من الأماكن التاريخية التراثية اللي لها عبق بيدل على تاريخ الحضارة المصرية في مجال الزراعة، كمان هيزور ويشوف جمال معرض زهور الربيع، كمان هيشوف أو هيشتري مستلزمات الإنتاج الخاصة بيه لو حب يزرع، إضافة لأن هو يقدر يشتري مستلزمات بيته، فيجي يقضي يوم سعيد جميل يجيب فيه كل احتياجاته ويكون يوم ترفيهي سعيد بالنسبة له. عظيم. دكتور محمد، ده اللي كان بيبقى موجود في الأورمان أعتقد. اي فندم، ده اللي كان بيبقى موجود في حديقه الاورمان. ده اللي كان بيبقى ليه تم نقله السنه دي؟ بالظبط كده يا فندم. اتنقل السنه دي، تم نقله السنه دي لان احنا طبعا في اطار خطه الدوله لتطوير الحدائق والمتنزهات، فاحنا كمان بنقوم بعمليه تطوير لحديقه الاورمان، وده من ضمن المخططات اللي يعني بنعمل عليها الفتره الحاليه. كمان احنا بننقله لمتحف الزراعي، واحنا قبل كده كنا بنقيم بعض المعارض في المتحف الزراعي، ومن باب احياء او من باب يعني إتاحة الفرصة للاستفادة القصوى من الأصول المتاحة لدينا، فطبعا عملية التنفيذ داخل المتحف الزراعي، وكمان الزائر اللي هيجي هيقدر يشوف بقى المتحف الزراعي ويشوف جمال المتاحف المتخصصة اللي موجودة جواه، لأن في أكتر من متحف داخل المتحف الزراعي، فتبقى زيارة دافمة لكل رواد معرض زهور الربيع. دكتور محمد، يعني زي ما تابعنا في هذا التقرير، الزائرين بيكونوا موجودين وحريصين ان هم لو حد حابب يشتري زهور معينه او شتلات معينه حتى عشان يزرعها على سطح بيته، او لو عنده مكان يقدر يزرع فيه. عايز اعرف من حضرتك ازاي فندم هذا المعرض يقدر ان هو لاي مدى يقدر يشارك في فكره دعم صناعه وزراعه الزهور في مصر؟ الحقيقه واحنا بنشارك بالفعل، لان احنا اولا اللي هيجي فمحتاج مستلزمات الانتاج اللي هي النبته نفسها اللي هيبدا يزرعها، ودي متاحه. انظمه الري برضو متاحه. الهاردسكيب والاشكال الجماليه اللي ممكن يحطها عشان تعمل شكل جمالي برضو متاحه. كمان الادوات اللي هيقدر يستخدمها في عمليه الزراعه متاحه. كمان الكتب والارشادات اللازمه لعمليه الزراعه ايضا متاحه ومتوفره، فبالتالي اللي هيجي هيلاقي كل الاحتياجات اللازمه اللي علشان يقدر يزرع ويتعلم الزراعه ومن اول بدايه الموضوع خالص لحد ما يقدر ان هو فعلا ينفذ منظومه متكامله للزراعه على اي مكان غير مستغل، سواء في سطح بيته او في جنينته او في بلكونته او في اي مكان متاح لديه. عظيم. دكتور محمد، احنا اتكلمنا عن المستهلكين، يعني الناس اللي رايحه تشتري، طب بالنسبه للمصنعين، بالنسبه للعارضين الموجودين في المعرض، ازاي اصلا بيوصلوا للمعرض عشان يعرضوا منتجاتهم، وعدد العارضين السنه دي قد ايه؟ احنا بنتكلم في اكتر من 200 عارض متاحين. طبعا العارضين بقى لهم فتره الحقيقه بيقوم بعمليات تجهيز كبيره داخل المعرض علشان يلاقوا او عشان يقدموا منتجهم في ابهى صوره ممكنه، خصوصا المعرض الحقيقه بيلقى مش بس قبول محلي وزياره محليه، انما احنا كمان عندنا زيارات دوليه لهذا المعرض. احنا بنتكلم في العديد من السفراء اللي بيجوا يحضروا هذا المعرض، واللي بيجوا يشوفوا، والوفود الاجنبيه اللي بتيجي تشوف هذا المعرض، فدي فرصه كمان لفتح افاق تصديريه وفرصه للتعاون مع مختلف دول العالم، وبالتالي بيكون فيها فرصه كبيره للعارضين، وبالتالي بنلاقي حرص كبير واهتمام كبير من العارضين ان هم يجوا يشاركوا في هذا المعرض. وبالفعل
يعني حجم الإقبال اللي كان موجود هذا العام أكثر من 200 عرض، ده دليل واضح على قد إيه في اهتمام وحرص بالمشاركة في معرض زهور الربيع، وأكيد ده نتيجة ما يلمسوه من نتائج لمشاركتهم في الأعوام السابقة. دكتور محمد، أخيرا مواعيد الزيارة من إمتى لإمتى، وهذا المعرض مستمر لحد إمتى؟ هو طبعا المعرض مستمر كل يوم لمدة 30 يوم من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، مستمرين في استقبال السادة الزائرين وتوفير والعمل على توفير كل احتياجاتهم خلال هذه الفترة. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد القرش، متحدث باسم وزارة الزراعة.